الحقيقه يمكن بعد التعادل المؤلم مع سموحه في حاله غضب واضحه للجميع، ما اعتقدش انه على كل المستويات مش بس على مستوى الجمهور، في حاله غضب الحقيقه بتمس كل من له علاقه بحب النادي الاهلي والغيره على اسم النادي الاهلي. وانا متفاهم تماما كواحد من الجماهير انه ازاي انت تحس بحاله من الاستياء نتيجه، مش هقول النتيجه على فكره، يعني انا عارف انه تقريبا اغلبيه الناس زعلانه مش من نتيجه المباراه ومش من ان احنا فقدنا نقطتين مهمين جدا كانوا يوسعوا الفارق في صداره الجدول، لكن الناس زعلانه اكتر من شكل الفرقه وزعلانه اكتر من الاداء وزعلانه اكتر واكتر من غياب الروح. يمكن دي الحاجات، لانه ياما ماتشات وياما بطولات وياما القاب خسرناها وكجمهور ما حسيناش بحاله الغضب دي، كنا حاسين انه التيم بتاعنا الفريق بتاعنا ان اللعيبه بتاعتنا ادوا اللي عليهم وزياده، وفي النهايه النتيجه دي بتاعت ربنا، ربنا كان موفقهم وكان يومهم بيبقى الموضوع لصالحنا، كان على العكس بنقول خلاص الناس عملت اللي عليها وما كانش في حاجه اكتر من كده ممكن تعملها. لكن وحط تحت كلمه لكن، وده اللي انا عايز اتكلم معاكم فيه النهارده بهدوء شديد جدا، لانه اللحظه دي والتوقيت ده تحديدا في منتهى الخطوره. وزن الكلام وعقله كويس، وليك مطلق الحريه في النهايه برضو انك انت تعمل اللي انت عايزه، انا ما اقدرش وما عنديش القدره ان انا اجبرك على شيء، لكن تعالى نحسب الحسابات بالراحه شديده جدا. وعندي كلام كتير جدا لانه معاول الهدم اللي اشتغلت من ساعه ما المباراه دي انتهت، انا عارف انه المرحله على بعضها حساباتها مقلقه، وخصوصا انه التقيل جاي ورا، يعني انت لسه يا دوبك في مرحله التسخين، فاذا كنت في مرحله التسخين ده شكلك وده ادائك وده مستواك، يبقى اللي جاي هيكون عامل ازاي؟ هو ده مبعث القلق والتوتر والخضه على فرقه النادي الاهلي. لكن هل لو كان الاهلي كسب مثلا ماتش سموحه كانت الدنيا بقت تمام؟ يعني هل لو الاهلي كسب المباراه دي كانت الدنيا بقاش فيها مشاكل وكان الفريق ده كويس واللعيبه دي كويسه وما كانش حصلت رده الفعل ده او رده الفعل دي؟ اسئله كتيره جدا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم بهدوء شديد جدا، ونحسب حساباتنا ونراجعها مره واثنين وثلاثه، عشان احنا رايحين على الصعب، والصعب ده محتاج تكاتف كبير جدا من كل من له علاقه باسم النادي الاهلي، بكيان النادي الاهلي. بتكلم على اداره، كنت بتكلم على جهاز فني، كنت بتكلم على جهاز اداري وطبي، كنت بتكلم على لاعبين، وبالتاكيد لازم اتكلم عن الجمهور، اللاعب رقم واحد طول عمره في مشواره ومسيره النادي الاهلي.